Three blanks are connected as shown by bolts of 14 millimeter diameter spaced every 150 millimeter long the longitudinal axis of the beam. Rule for a vertical shear of 10 kN, determine the average shearing stress in the bolts. يبقى عندنا شكل انسيمتري، محتاجين الأول نجيب ال Y bar. هنا 125 و125 ودي 100 بس متظاهرة، كلها 350 وهنا 100 وقلنا دي 100. الشكل يعني ممكن نقسم الشكل ده لجزء كده لتحت اللي هو 100 × 150 يبقى ارتفاعه 75. لو خدت الجزء اللي تحت ده 100 × 150 في ارتفاعه 75، والجزء اللي فوق 350 × 100 على ارتفاع 150 زائد 50 200، اللي هو ده 100 × 350 × 200، والأولاني ده كان 100 × 150 × 75 على مجموع الأريات اللي هي 100 × 150 زائد 350 × 100، إداني الواي بار على ارتفاع 162.5. هو أكتر من طبعا التوتال 250، فالنص 125، فالمفروض يكون مسحوب لفوق شوية لأن الأريا اللي فوق أكثر، لذلك لازم يكون في أكتر من نص مسحوب لفوق، يعني أكتر من 125 اللي هي نص 250. طب نحسب الـ I. I 1 زائد I 2. I 1 عبارة عن إيه بقى؟ 1 على 12 الموازي 100 في العمود التكعيب 150 تكعيب، زائد الأريا في الفرق بين السنترويد هنا مع السنترويد الشكل الكلي اللي هو 75 ناقص 162.5 اللي حسبناه تربيع، ده الاي 1. الاي 2 1 على 12 350 في 100 تكعيب زائد الاريا اللي هي 100 × 350 في الفرق برضو بين سنترويد البارت اللي بحسبه اللي هو 200 ناقص السنترويد الشكل كله تربيع، طلع بقيم نجمعهم فطلعت الاي توتال 221 10 اس سالب 6 متر اس 4. طبعا ضربت دول في 10 اس سالب 12 عشان يبقوا متر اس 4. جبنا الاي توتال. طب لما افصل هنا الاريا اللي هتتفصل الكيوب بتاعتها ايه؟ 100 × 125 × 100 في الارتفاع ده اللي هو 200، يبقى الكيوب 125 × 100 في الارتفاع ده اللي هو 200 لغايه السنترويد بقى 200 ناقص 162.5، من هنا لغايه هنا 200، من هنا لغايه السنترويد 162.5، فده الفرق، ده الفيرست مومنت اوف انرشيا. يبقى الاريا في الدي يدي طبعا 10 سالب 9 دي عشان مل في مل في مل، اداني الكيو. طيب التي ممكن ما احسبهاش، بدل ما احسب تاو بتساوي في كيو على اي في تي، احسب الكيو نيل بتساوي في كيو على اي، ما احطش تي، ولما احسب الفورس في النيل اضرب بس في الاس. هنا كنت ممكن اقسم على تي، وفي الاف نيل اضرب تي في اس، مش هقسم على تي، تبقى شير فلو. الفي قال لي 10 كيلو نيوتن يعني 10 في 10 اس 3، الكيو اهي، والاي حسبناها هنا 221 10 سالب 6، اداني الكيو نيل. اضربها في الاس السبيسنج اللي هو قال لي along the longitudinal axis 150 ملم، 150 يعني 150 على 1000 او 150 في 10 سالب 3، اداني الكيو نيل 318 كيلو نيوتن. هو ايه طلبه؟ عايز الافريج شيرنج ستريس ان ذا بولتس، يعني كل بولت ده اريته احنا عارفينها باي ار تربيع وعارفين الفورس فيه، فالتاو في المسمار هتساوي ايه؟ هتساوي الفورس على الاريا بتاعته، فالفورس حسبناها 318 في 10 اس 3 عشان تبقى بالنيوتن. الاريا باي في نص القطر، هو القطر 14 مللي، نص القطر يبقى 7 مللي، 0.007 من 1000 تربيع، فطلع 20.7 ميجا باسكال. طبعا لازم المسمار ده يكون بيتحمل اكثر من القيمه دي، مثلا لو هو الومنيوم يبقى اتاكد ان التاو الاوبل اكبر من ال 20، لو نحاس لو حديد وات ايفر، يعني لازم القيمة اللي طالعة لي دي الأكتوال تكون أكبر، لا تكون أقل بقى، تكون أقل من التاو الاوبل، التاو الاوبل لازم يكون أكبر. فإحنا بنحسبها دي عشان نطمن إن المسامير دي تقدر تمسك الخشب مع بعض. طب لو ما كانش مثلا التاو الاوبل 20 بس أو 15،
محتاج اكبر الدايمتر شويه، يعني اكبر مثلا اخليه بدل 14 اخليه 20 مليمتر دايمتر، يبقى هنا 10 فيطلع ده اقل شويه. المهم ده احنا بنحسب ليه؟ عشان نطمن ان التاو اكتوال اقل من التاو الاوبر.